وسوت انجلش ويل سبيك جالس يجيد معانا اول مره. بدي اعرفك على الروبوت المشهور والاشهر في العالم اللي اسمه اسيمو. تعال نشوف ايش قصه اسيمو الروبوت هذا، ولكن بالانجليزيه. حنتعلم معلومات مفيده عن العالم اليوم، ولكن بنفس الوقت راح ندرب على الانجليزي. يلا نشوفها بعض. صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم اهلا وسهلا اسود انجلش ويل سبيتا. اذا انت مشترك جديد معنا تنساش تشترك بالقناه وتحصل على كتابي الموجود باول تعليق. اليوم الفيديو تحفه، ممتع، معلومات رهيبه، سواء تعرفها عن تكنولوجيا، عن العالم حواليك، اختراعات، او تتدرب على معاني ومفردات واشياء باللغه الانجليزيه بشكل جميل جدا. راح نتعرف اليوم على اشهر روبوت في العالم تقريبا، اللي هو اسمه اسيمو، اللي هو شركه صنعته شركه هوندا. راح اقرا لك انا النص بأكثر مرة بالإنجليزي بدون ما ترجم، بس في بداية الآن قبل ما أبدأ أقرأ لك النص وعرفك على هذا الروبوت أسيمو، خالد راح يحط لك أهم الكلمات اللي راح تمر علينا في خلال كلامي، وبالتالي ما يمر عليك الكلمات مع الترجمة بيسهل عليك تعرف وتفهم أنا شو حكيت. من الكلمات اللي راح هيومانويد، هيومانويد يعني إنساني، من صنع إنساني. هيومانويد يعني جاي من كلمة هيومن، وهيومن معناتها بشري أو إنسان، الإنسان البشري. طيب في عنا كلمة روبوت، روبوت اللي هو إيش يعني روبوت؟ اللي هو الروبوت اللي احنا كلنا بنعرفه. طيب بعدين من الكلمات اللي حترد علينا هي الكلمة، كلمة سهلة بس بتركز على لفظها، كلمة هذه. هذه ما اسمهاش فوت، غلط، اسمها فوت، 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 ون فوت اللي هو رجل، رجل واحدة، والتنتين اسمهم feet. I can't stand on my feet، مش قادر أوقف على رجلي مثلا. طيب بعدين بنقول step. إيش يعني step؟ step معناتها خطوة، سواء الخطوة اللي أنت بتمشيها أو خطوة في الشغل في المشروع اسمها step. A step معناتها خطوة. طب إيش يعني advanced؟ advanced كأنه الإي دي، ما بقولش advanced غلط، advanced غلط، advanced، advanced يعني متطور، متقدم، متطور أو متقدم. موبيليتي، إيش يعني موبيليتي؟ جاء من كلمة موبايل، متحرك، حركة، موبيليتي، تطور، حركة. أوكي؟ إنوفيتيف، إيش يعني إنوفيتيف؟ إنوفيتيف يعني مبدعة، من إنوفيشن، إبداع، إبداع. طيب بعدين بنقول في كلمة تانية بتمر علينا، ريكوغنايز. إيش يعني ريكوغنايز؟ recognize يعني يميز، يعني I can recognize your face. يعني أنا أستطيع تمييز وجهك، تمييز، recognize، to recognize الفعل. إيش يعني shake؟ to shake hands، shake يعني يسلم عيدك هيك، shake hands يعني نسلم على بعض بالإيد، shake يسلم. طيب بعدين في عنا كلمة orchestra، نفسها بالعربي إحنا بنقول هي كلمة orchestra، الأوركسترا تبعتنا، والسيمفوني اللي هي سيمفونية، نقول عنها سيمفونية. طيب the stage، إيش يعني the stage؟ the stage هي المنصة يا جماعة، بتكون في الحفلات، مش بيكون في ناس قدامنا قاعدين على المنصة ورانا جمهور، هي هذه المنصة، بقول عنها منصة الحفل أو المؤتمر أو المسرح، بقول عنها the stage، the stage. conducted، conduct يعني conduct، I have conducted something يعني طبقة أو عمل شغلة أو نفذ شغلة. طيب performance، إيش يعني performance؟ performance يعني الأداء، الأداء، performance، سواء الأداء المسرحي أو performance management، إدارة الأداء. performance يعني أداء. batteries، إيش يعني batteries؟ batteries اللي هي البطاريات، batteries اللي هي مفردها battery. طيب above، آخر كلمة above يعني هو ينحني هيك، تنحني اسمها انحناء يعني أبو، يعني بخلص بسقفوا الجمهور فأي بو تنحني. تعال نتعرف على أسيمو باللغة الإنجليزية، حاول ركز معايا شوف قديش بتفهم، وفي الأخير خالد رح يطلق برضو النص، واكتبنا بتعليق إيش الكلمات الجديدة، ركز معايا رح أقرأ أنا من النص من التليفون، ورح يظهر لك هنا تحت زي الأسد. يلا معايا. أسيمو the humanoid robot created by Honda. He can walk and play football. He can go up and down stairs.
and gave people drinks. He can also stand on one foot and run. Asimo stands for Advanced Step in an Innovative Mobility. كلمة ذكرك فيها stand for لما يكون في عندي اختصار يعني حرفين أو ثلاثة حروف أو أربعة هذا حروف مختصرة بنقول ترمز إلى إيش أو تشير إيش أو اختصار لإيش بنقول stands for يعني الثلاث أربع حروف هدول هم اختصار إلى فبقول stands for إذا أسيمو هذا اللي هو A-S-I-M-O هي هذه اختصار ترمز إلى بنقول أسيمو stands for يرمز إلى أسيمو stands for Advanced Step in Innovative Mobility هذا مختصر اسمه نكمل أسيمو is a people friendly robot Honda hopes that one day it can live with people and help them at work and at home. Asimo can recognize people's faces, say hello, and shake hands. He can understand when people talk to him and answer questions. In May 2008, Asimo conducted the Detroit Symphony Orchestra. He walked onto the stage and said, "Hello, everyone. This is a beautiful concert hall." The orchestra then played and Asimo conducted. At the end of the performance, he gave a bow. Fortunately, the music was short. Asimo's batteries only last for 20 minutes. كمان أعطيكم كلهم ما قلتهمش في البداية. لما بنقول البطارية last يعني تعيش أو تبقى أو تصمد حتى. Oh, it can last for 20 minutes. يعني تصمد حتى 30 دقيقة. Contacted نفذ البفون. راح أقرأها الآن قراءة سريعة. اختبر معلوماتك. حاول تطلعش حتى على الإنجليزي حنكتب تحت. وشوف كيف بتحس. راح أقرأ. ودانك معايا وحاول تغمض عينيك حتى. Asimo, the humanoid robot created by Honda. He can walk and play football. He can go up and down stairs and give people drinks. He can also stand on one foot and run. Asimo stands for Advanced Step in Innovative Mobility. Asimo is a people-friendly robot. Honda hopes that one day it can live with people and help them at work and at home. Asimo can recognize people's faces, say hello and shake hands. He can understand when people talk to him and answer questions. In May 2008, Asimo conducted the Detroit Symphony Orchestra. He walked onto the stage and said, Hello everyone, this is a beautiful concert hall. Hello everyone, this is a beautiful concert hall. The orchestra then played and Asimo conducted. At the end of the performance, he gave a bow. Fortunately, the music was short. Asimo's batteries only last for 20 minutes. صدقني التمرين هذا اللي هو سبيتا تيك في فائدة كتير مهمة إنها بتدربك الإنجليزي بشكل ممتع بتعلمك الإنجليزي قوة استماع ومفردات وكيف تحكي وجمل ولكن أيضا تعطيك معلومات جدا مهمة عن حياتنا اليوم عن التكنولوجيا وعن حاول تستفيد منها خليني إذا بدكم في مواضيع بدكم أحكي لكم فيها بالتكنولوجيا بهذا المستوى أعطوني أسماءها بتعليق ونشوفكم بالفيديو القادم تنسوناش الدعوة حلوة ولايك للفيديو مع السلامة